سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنت من انكم تكونوا كاملين على خير وبخير. المهم انا اليوم جيت لكم هذا الفيديو هذا حيت عيد الميلاد ديالي اليوم، اليوم درت 25 عام. المهم غادي ندير معكم نوجد راسي لانه غادي نمشي واحد البلاصه من بعد اللي غادي نوريها لكم ان شاء الله في الفيديو اللي غادي يجي من مورا هذا. غادي نخلي لكم اللين ديالو لتحت في صندوق الوصف. ودابا غادي نبداو بالمكياج. مهم انا غسلت وجهي ديجا، درت واحد الكوماج، ودابا غادي نبدا المكياج ان شاء الله باذن الله. اول حاجه كنبدا بها هي هاد الكريم ديال نيفيا سوفت، دير بحال هكا. المهم كنهز واحد شويه مابقاش فيه الكثير، كنهز كندير هكا في وجهي. شي مرات تبقاو تشوفوني كنشوف في المرايه لان المرايه هنا والضو هنا والتليفون هنا، كل حاجه في بلاصه، حتى حاجه ما مجمعه في بلاصه وحده. مهم كنديرو هكا. مهم من بعد غادي ندير واحد البرايمر ديال الاسانس اللي كيدير بحال جلو، يعني كيعطيكم واحد الاضاءه للوجه. هو هذا، هو هذا ديال الايسونس، تقدروا تقولوا ارخص ماركه، وي ارخص ماركه في المكياج. ابخي ما عرفتش شنو، واش كاين شي حاجه اخرى اللي رخيصه، مي هذا راه رخيص، هذا رخيص. انا هادشي انا كنبدا بالحجبان، ابخي العينين، عاد لو طون. المهم غادي نجيب لي باسو ديالي، غادي نجيب هذا الباسو اللي داير بحال هكا، داير هكا وباش كنصاوب الحجبان ديالي هكا. و كنديرهم بواحد واحد لابودغ اللي غادي نوريكم دابا، غير من واحد لاباليت، واحد لاباليت ديال سيفورا اللي ما عرفتش شنو هي. المهم واحد لاباليت ديال هذا اللي كنستعمل الحجبان ديالي. بون غادي نبدا هلا الحجبان ديالي، ما كنت كنصاوبهم ما بقيتش كنصاوبهم. دابا كنديروا خط لتحت. انا دائما الحاجه اللي كندير في الحجبان ديالي هي انني كنتبع خط الحجبان، يعني هذا الخط هذا كنتبعه ولا كنجيو الفوق كنديروا هنا، ما كنديروش من القدام، ما نبداوش من القدام البنات، باسكو الا بديتو من القدام كيبانوا معيقين بزاف. يجي هكا شو ابخي القدام كنديرو بحال كنديرو شعره شعره، نعمر هاد البلايص الخاويين حيت انا الحجبان ديالي ما عنديش بزاف، ما كاينينش. فوالا من بعد ما صوبت الحاجب ديالي من بعد كنجي من بعد كنمشطو. المهم عليناش، غادي نبداو ونديرو الثاني حتى هو. درت صوبتهم بحال هكا، غادي نجيب دابا واحد لونتي سيغ كنستعمل هذا ديال الايسونس، ها هو كاموفلاج زوين، كندير غير واحد شويه هنا. هدا درتو بزاف، درت نزلتو عليه واحد شويه مي سي با غاف. المهم معليناش، كنجيو كناخدو واحد البانسو هدا، كناخد هاد البانسو هدا دير بحال هكا.
ما درنا الحجبان، درت الحجبان ودرت لونتي الساعه فوق العينين. دائما عندي واحد الحجب فيه واحد المشكل، كيزدقش ليا بحال الثاني. يعني شفت نتوما الا كنتو حتى نتوما خليو لي التعليق ديالكم واش نضحكوا كاملين على هذه الحاله هذه. المهم دابا غادي نبدا بالعينين. غادي نجيب الاول واحد هذا واحد البيض اللي غادي ندير فوق العينين باش هاد لونتيسير يتفيكسا. دونك غادي نجيب واحد هاد لاباليت هادي فيها واحد اللون بيض. هذا هو اللي غادي ندير فوق العين كامل بحال هكا باش ما يبانوش، وميم طون باش ما يبانوش هذوك الخطوط. عرفتوا ملي كديروا الماكياج وكيجي كي بون، هو راه خاص نورمالمون هذاك الاولاني هذاك لا باز ديال العينين انا ما عنديش. المهم علينا فوالا ملي درنا هذاك اللون، دابا غادي نجيو غادي ندير واحد اللون اللي كيسميو اللون الانتقالي. غندير فيه واحد اللون مفتوح واحد شويه داير هكا. هو اللي غادي ندير الفوق فوق غادي نديرو فوق هاد سميتو هاد العظمه هادي غادي نديرو الفوق هكا. وغادي نجيو نديروها هكا فوالا. من بعد ما درنا هاد درت هاد اللون ما كيبانش ليكم بزاف، من بعد غادي يبان ليكم. درت هاد اللون هذا غادي ندير هكا ندمج واحد شويه بهاد البنسو اللي داير بحال هكا غندمجوه مزيان هكا كيبانش ليكم مزيان مع يمكن دو كتير. المهم ما عليناش. غادي نجي غادي ندير ثاني تحت منه غادي ندير هاد اللون هذا اللي حداه. فوالا غادي ندير هذاك اللون نديرو هنا تحت منه باش من بعد ندمجو هذوك جوج الالوان. درت ندير بنفس الباسو ماشي اوبليجي انني نبدل الباسو لانني ما مشيتش في شي لون اخر يعني مغروق او شي حاجه. هاد اللون هذا غادي نجي تاني غادي ندير واحد لاكولور اخرى باش الله تبان. هذا اللي داير بحال اورانجي غادي ندير منه غير واحد شويه ما نديرش بزاف لانه هذا كيخرج بزاف. تحت منه تاني الباسو عندي ما كيهزش بزاف هكا دي واحد شوية أبخي ندمج دمج 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 وليت كنبان بحال شي كلون ياك. المهم كندمجو هكا الألوان. من بعد ما دمجنا هاد الألوان بسميتو غادي نجيبو دابا واحد الباليت أخرى اللي فيها واحد اللون كيعجبني بزاف اللي غادي نستعملو حتى هو. غادي نجيب شوفو داكشي تاع الماكينة. المهم غادي نجيبو هاد لاباليت هادي وغادي ندير هاد اللون هذا غادي ندير فيها غير واحد شويه ماشي بزاف هكا. غادي ناخد الباسو دابا ملي دزنا لواحد اللون اخر يعني اللي بغيتو انا يكون باين في هذاك الماكياج اللي غندير كنبدل لو باسو كنبدلو كندير بحال هكا غير هكا. بالنسبه للالوان المغلوقه فين غادي نديرهم غادي نجيب واحد لاباليت غادي نجيب هاد لاباليت هادي ديال تو فيست هادي اللي فيها هاد الالوان. دونك غادي نبدا غادي ندير هاد اللون هذا هاد اللون المغلوق هذا غادي نديرو في لو كوان ديال العين اكستيريور
هو فين غادي نديرو؟ غادي نهزوه واحد شويه هكا. انا كندير هكا كنسد العين كنديرها حيت دو فاصون من بعد غادي ندمجو. دونك فوالا كندير هكا فوالا او اونطو لا ميم شوز هنا. ما غاديش نخلي هكا البنات فوالا شتو نستعملو الصباعات واحد شويه هنا حيت وقيله فوالا. من بعد كنبقاو نديرو هكا ندمجو هاد الحافه تاع العين التصويره ديالي في الـ في الـ في الانستغرام. المهم انا غير كنوريكم الخطوات. نخلي لكم التصويره تاع الانستغرام ان شاء الله. مهم خلي لكم التصويره في الانستغرام. الانستغرام غادي نخلي لكم ان شاء الله لتحت في لا بار دافو ودخلوا ليه وديروا ديروا ابوني. دخلوا عندي ماشي هذا اللون نورمالمون اللي كندير دونك ما عارفين هو الاخر. المهم غادي نهز واحد الباليت اخرى ديال الثاني تاع تو فيست فيها واحد اللون الخضر اللي كيعجبني. هذا اللون هذا يجي زوين مع هذه الالوان دونك غادي ناخذ فيه واحد شويه بهذا الباس وهذا اللي داير بحال هكا او غادي نجي غادي نحطه هنا. كيبانش ليا انا مي مهم انا كيبان واحد شويه مفتوح زعما ما كيبانش بزاف بزاف. مهم غادي ندير غادي ندير لي فوسيل مي قبل ما نديرهم غادي بعدا ندير واحد هذه لاكول باش كنلصق الشفران. هي هاد لاكول ديال ديو. المهم الشفران ديالي ها هما ها هما باش نفرقو واحد شويه. ها هما الشفران ديالي غادي ندير ليهم لاكول. دابا غادي ندير هاد الايلاينر ديال ايسونس حتى هو الراس ديالو هكا. يا ربي يصدق حيت الايلاينر ماشي ديما كيصدق. المهم غادي نشوف المرايا او ميم طون يا بين بين وكمان. دونك كنجيو القنت ديال العين كندير واحد الشرطه هكا. كنجيو الوسط انا نقصت الضو شويه داكشي علاش كل كيبان لكم مزيان. كنلاقيو هادوك الطروفه هنا البنات. من بعد ما درت الرموش دابا غادي نجيو للوجه. المهم من بعد حنا كنكونوا مسحنا الوجه من داكشي اللي مهم درنا قبيله وبطلينا على العينين كنكونوا مسحناه نمسحوا بحال هكا نعاودوا نمسح واحد شويه كنكونوا مسحنا مزيان. فوالا مسحنا الوجه وكنجيو دابا كنديروا الفون دو تان. الفون دو تان اللي غادي ندير اليوم هو هذا. كنخلط مهم كنخلط هذا ديال فيتمي ياك 130 وكنخلط معاه هذا ديال ميبلين نو اسمحوا لي ديال لوريال. هذا تنخلطهم بجوج حيت هذا كيكون مفتوح شويه على البشره ديالي وهذا كيصوب لي اللون. دونك الا كان انا كنجي كندير سمعتوا كندير بحال هكا قيطة هنا قيطة هنا باش هذا راه مبقاش بغا يخرج ليا. فوالا هكا
وكان جيل تاني حتى هو كندير ليه هكا مبقاش فيه بزاف مشي ليا الحوايج حتى حاجه ما تضيع رجعي لبلاصتك قرب يسالي هذا بالنسبه ل فوالا المهم انا درت دابا الفونتا مازال ما ايطاليتوش بالنسبه ل البيوتي بلاندر قبل ما ما ديرو كنهز انا هذا الفيكساتور ديال الماك كندير ليها هكا كنزقها واحد شويه به عاد ابخي كندير هكا قبل ما ندير لوتي سيرن اول حاجه غادي نجي ندير هاد الكونتورين هذا ديال نيكس اللي فيه جوج المهم هما اللي غادي نستعملو جوجهم دابا غادي هذا قرب يسالي كلشي قرب يسالي عندي ندير ليه هنا غادي نصوب الانف العجيب ديالي ندير ليه بحال هكا هكا سمحوا لي ما كنشوفش النيشان هنا لانه الكاميرا هنا و هكا واش كديروا الحناك وهذا وهنا باش تصغروا هذا الشيء والجبهة بيان سور وبالنسبة لهذاك البياض كنديرو هنا كنديرو هنايا ندير هاد البياض هذا كنصوبو مزيان هنا كندير بحال هكا وكنجيب واحد بالنسبه لهذاك الاخر كنجيب هاد الفرشه هذه اللي دايره هكا هو باش كن هي باش كن استوبي هذا مثلا بانسو مثلا داير انا خدامه غير بلي بانسو قلال ماشي بزاف مي الا ما عندكمش بزاف تاع لي بانسو مثلا بغيتو ديرو هذا ديال النيف كديرو البانسو كديرو ليه بحال هكا وكيجي بحال هذاك اللي كيصوبو به النيف فوالا كديرو هكا والجهة الاخرى حتى هي فوالا هكا المهم من بعد يا البنات كتجيو كناخد واحد البرونزر البرونزر ديال اللي كندير هو هذا ديال الايسونس هذا واللي كنستعمل وكنجي كنعاود ماشي المهم كنعاود على هذوك البلايص اللي درت بالكونتورين هكا فوالا انا ما كيعجبنيش الماكياج يكون ابيض بزاف وبالنسبه لتحت العينين كندير واحد كندير هذه كندير لوس باودر لوس باودر كندير هكا باش نقول لكم البنات لانه الماكياج ماشي بالضروره هو الضروره انكم تستعملوا مثلا فون دو طون ديال لا مارك وي شي حاجه معروفه وي هذا
اما مثلا اي شادو ولا شي حاجه ولا داكشي تاع العينين سي با غراف. مثلا انا هادي خديتها من المارشي، هادي خديتها من المارشي. ولا بغيتو شي نهار، الا بغيتو ديروا لي التعليق ديالكم شي نهار نمشي ناخذ مكياج من المارشي وندير لكم به مكياج، لانه انا المهم انا عندي المكياج تاع لي مارك ماشي ما عنديش، عندي تاع لي مارك عندي بزاف، ولكن شي مرات راه كطيحوا على شي حاجه رخيصه وزوينه افيكاس ماشي بالضروره. قلت كما قلت لكم فون دو تان وي تشريوه من لا مارك وداكشي، مي مثلا هادو لي فارا بوبيير وداكشي سي با غراف. لي بانسو انا عندي شي بانس دي بانسوات هنا شريتهم غير من داك لو سيت شينوا، او ليش كنت غندير سيت شينوا شاين. المهم الفراجو كديرو هكا كتضحكو باش كديرو هنا كديرو هاد البلايص هادو فوالا كندير شويه هنا شويه هنا. ابري الحاجه الاخرى اللي كديرو كتجيو كتاخذوا واحد الباسو كيكون بحال هكا، ودوك الالوان اللي درتو الفوق تاع العين كديروهم لتحت. المهم غادي نهز هذا، انا غادي ندير غير واحد جوج الوان، غادي ندير هذا داك الاولاني اللي درت ديرو تحت العين حتى هو تنديرو تحت العين. وكنجي كناخذ لون اخر داك الخضر اللي درت فوق العين حتى هو غادي ندير فيه واحد شويه تحت العين. فوالا ابري كنجيو كنديرو الماسكارا. الماسكارا اللي غادي ندير هو الماسكارا تاعي عندي بزاف مي ما عرفتش شكون فيهم اللي غادي ندير، مي جو بونس غادي ندير هادي، غادي ندير هادي ديال ايسونس حيت زوينه. هادي غندير هادي ديال ايسونس فوق درت ليه ديجا واحد الشيو قبيله من تحت من بعد البنات غادي نجي غادي ندير الهايلايت. غادي نهز هذا غادي نهز هذا اللي كيعجبني، وهذا اي حاجه كتعجبني هي اللي كتلقاو فيها واحد شوف محفر. كنهز غير واحد سميتو الاول هكا كندير هنا كندير هاد البلاصه هادي كامله فوالا. وهنا في واحد الشيء فوق النيف وفوق القنوفة وهنا ندير غير واحد الشيء مدارش بزاف ميبانش معيق. المهم بحال هكا. ودابا كنجيو العكار مازال ما عرفتش شنو غندير مي ديجا غنسح واحد البنات قلت لكم غادي ندير ديجا اسمحوا لي غندير هذا القلم ديال كيكو النمره 710 وباش غادي نتراسي سميتو. من بعد غادي نعمر غير بهاد هاد سميتو ديال ميبلين النمره 05. غادي ندير التراسات ديال الفم هكا و غادي قلت لكم نعمر بهذا اللون
وهكا غادي نكون ساليت وصافي وبارك الله صافي. وغادي غادي نطلق شعري. وبالنسبه للحوايج اللي كنتو بغيتو تشوفوا الحوايج داكشي اللي غادي نلبس، بعدا غادي غير نسرح واحد شويه شعر، بغيتو تشوفوا الحوايج شنو غادي نلبس خليكم معايا في الفيديو الثاني اللي غادي نحط لكم لتحت في صندوق الوصف. ونتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. شكرا بزاف بزاف على المتابعه، وكنتمنى انكم ديروا ابونا وديروا لايك وتخليوا لي تعليق ديالكم. شكرا.